ازيكم يا شباب؟ وحلقة جديدة من حلقات سلسلة الاختبارات للأندية. النهاردة جايب لكم اختبارات من أندية القمة وهو نادي الزمالك، فيلا بينا ندخل على التفاصيل على طول. يعني النادي الزمالك عن بدء الاختبارات لمواليد 2003 حتى 2017، نادي الزمالك بيبحث عن جميع الموهوبين في حضور رئيس القطاع الكابتن طارق يحيى والكابتن اسامه حسن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والكابتن مصطفى نجم، والمنظم هيكون الكابتن خالد حامد والكابتن جمال حسن، والاختبارات هتكون باذن الله يوم السبت القادم. ولو عندك اي استفسارات تقدر تكلمهم على الارقام التاليه 0122 89 86 29، وفي رقم تاني 010 82 61 452، وهيكون الساعة 8 صباحا، وسعر الاستمارة هتكون ب 100 جنيه، ومكان الاختبارات هتكون على ملعب استاد جامعة الزقازيق. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الحلقة. لو انت شايف ان انت استفدت من الحلقة ما تبخلش علينا باللايك، ولو انت اول مرة تشوفنا في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اول باول. اشوفكم بخير.